سمك المشوي يا جماعة صحيح على قد الحال، بس على فكرة طازة يعني، يعني لسه الراجل لسه صيده من البحر. شوفوا اللحم أبيض ازاي، شايفين؟ ما هي دي الحلاوة بقى، ان ايه، ان الانسان ياكل حاجة طازة، مش شرط بقى تكون غالية ولا رخيصة، المهم تكون طازة ونضيفة، حاجة طازة صحية، اتغسلت غسيل مظبوط، اتشوت، سواء بقى كانت غالية أو رخيصة، فهي طعمها حلو وبتتاكل بنفس، إن الواحد مش قرفان منها. كانت لحمة أبيض ازاي ولسه سخن اهو، افتح لنا كده يا ابني، ايوه كده شايفين.